اكثر من حوادث هنا، عوائل جاي تروح، ناس جاي تروح. حادثه او حادثتين صارت بسبب هذا المطر. اول شيء السيارات جاي تجي سرعه، اذا نطلع من هاي الاستداره نبقى بالربع ساعه واقف. اللي هو اللي فلشين السيارات، سيارات الضخمه، الشاحنات اللي يشيلين سيارات للمعارض قاعد يجي يمكن سرعتنا وقاعد يطيرن المطبات. قبل تقريبا اسبوعين انا طلعت من باب السكن ردت الوف على الجهه اليسرى، تمام. اثناء قبل ما ادور جاء احد السواق يمشي سرعه، يعني انا ما لحقت بالاستداره فتجاوزته طلعت الامام رأسا اجى ضربني، وانا ناوي الوفن بسبب عدم وجود مطبات قبل الاستدارة، وهي ضرورية بالنسبة لتقليل الحوادث خاصة أثناء الدوام الصباحي، لأن أغلب الدوام الصباحي طلاب أبناء الأساتذة دائما يستدارون من هاي اللوفة، لازم تكون مطبات السايد الأيمن والسايد الأيسر، لأنه دائما تعرف هذا جامعة ودوام الصبح ازدحام. سببت لكم حوادث؟ حوادث واي مو بس، يعني إحدى قبل تقريبا 6 أشهر واحدة من أحد زوجات الأساتذة أثناء العبور توفت. أنا عن نفسي أحكي أضطر أستدار من جوة الجسر. سبب؟ ما أقدر أستدار من نانق سيارات الجاي تجي سرعة. هو حل جدا بسيط، مجرد أنه يخلون طسة فد عفية قبل مسافة حتى السيارات تبدي تفتر تنطي مجال، يعني حتى شرط المرور حطيه شنو يقدر يسوي؟ يعني تطالبون بحلول يعني وجود مطبات قبل الاستدارة؟ أي والله قبل الاستدارة، قبل مسافة حتى تصير عندهم تفتيرة ويفتهم انه اكو من يستدير. احنا اليوم تأخرنا، احنا وانا عندي امتحان اليوم الثمانية هاي الا شوي ودخلنا للدوام بسبب الازدحامات. اي بسبب الازدحامات، احنا نطالب بالمطبات يسوون المطبات، اكثر من حوادث صارت هنا، والطالب بافتتاح الجسر لان جاي نتاخر بالدوام. الصراحه هو هذا المطب النوعيه مالته سيئه، فما طول حتى كم شهر وتفلش، يراد لكم مطبات حديد مهم جدا، لان اكو استداره هنا هم ايضا، فجاي يشكل ضغط يجون منا يطلعون من السكن، فجاي يصير هنا دائما يصير حوادث. السبب شنو؟ الاستداره هذه مال الشارع الرئيسي، فالسواق يجون دائما على الداخلي على هذا الخدمي، يطبون من يطبون على الخدمي ومن الاساتذه طالعين، ودائما جاي يصير هنا اسباب حوادث. والله يا ريت يرتبون لنا مطب شويه مضبوط حتى ما مو يتفلش يومين ويتفلش. هذا الشارع الخدمي قاعد نواجه مشاكل يعني جدا مروعه المشاكل، واللي هي قاعد يعبر من الشارع الرئيسي للشارع الخدمي بعجله مفرطه سريعة، بعجله سريعه كلش، وبخروج من بخروج احد الدكاتره احد الموظفين الموظفات، تعرف انت اليوم البيت اللي ما بي سيارتين. احنا طبعا هذا هاي المطبات الاثنين ثلاث مطبات على حسابنا الخاص سويناهن، لجنه السكن سويناها، ناشدنا اكثر من مره، ناشدنا مديريه المرور الشوارع التخطيط، قالوا احنا بالنسبه لنا ما جاينا التخطيط.